مع السلامة يا ويلي. جود باي يا دارلينج. أما اصحي خشي نامي جوه. صباح الخير يا فردوس. يسعد صباحك يا سكينة. ايه يا اختي، محدش شاف وشك من امبارح. اصل ويليام كان بايت عندي امبارح. صباحية مباركة يا عروس. جاتك ايه يا سكينة؟ بقولك ايه، انتي ناوية تعملي ايه؟ انا يا اختي كنت طالعة نتهوى شوية، وانتي هتعملي ايه؟ اما نشوف الاول هنتغدوا ايه. طب يا اختي لو عوزتي حاجة انا هنا. طيب بطي قشره بياض مياس. امال عامل كده ليه؟ ده مش صابح. ده صاحي. طب اوزن لي وقتين. خد الكبيره دي. سكينه مش عاوزه سمك؟ لا يا اختي، انا النهارده هنتغدوا عند رايي. كده انا والشفا. نيجي ننضفه معاكي؟ كتر خيرك يا حبيبتي، أني هننضفه، أني بس يمكن نعوزك في مشوار كده. طب هنروح لران نقول لها حاجة ونرجع لك طوال. أني راح الساعة واحدة نقابله سيد في خمارة الفرنساوي. سيد مين؟ سيد صاحب المغسلة اللي كانت تحت البيت اللي أنا كنت ساكنة فيه قبل ما نيجي هنا. وده عايز منك إيه؟ أصلاني كنت اديته البلطو بتاعي عشان يصبغهولي. الله، مش ده اللي كنت تعرفيه قبل كده؟ قطع وقطعت سيرته. قطع؟ ولما هو قطع رايحة تقابليه ليه يا معدول؟ يعني سيب له البلطو بتاعي؟ وبعدين انا واخده سكينه معايا عشان ما يقعدش يقرفني ويقول لي نرجع لبعضينا. طب خلي بالك، اوعي يغويكي ويميل دماغك، الا الخواجه لو عرف هيزعل منك. امال انا واخده سكينه معايا ليه؟ عشان انا لو ملت هي تشدني. سبع ولا ضاب؟ النهاردة. النهاردة ده ايه؟ لو انت كنت لحقتي. النهاردة دخلت الغندورة على تربتها. لا ده انت مالية ايدك بقى. النهاردة هي معايا. شيعي بقى، هاتي حسب الله. ده النهاردة صباحياته، ده تلاقي متدهول مع اللي ما تتسمى. يعني ايه؟ مش هيجي؟ مش هيجي ده ايه؟ ده ننجيبه ورجله فوق راسه، ده كلب ولا يسوى. صدقتي، كلب ولا يسوى. شيعيله بقى مادام مالية ايدك منه. اني النوبادي مش هنشيعله، اني النوبادي اني هنروح نجرجره على ملا وشه. هلا هنشوفه هو عريس. خير يا رايه؟ صباحية مباركة يا عريس. يا سلام، جاي هزطولك من اخر الدنيا عشان تباركيلي في الصباحية؟ مش نعمله معاك الإنسانية؟ إب بالمفيد. الشغل النهاردة. أنا مش فاهم أنتوا مستعجلين على إيه؟ يا مش سكينة قالت لك إن أم الولية مسافرة بكرة ولا بعده بالكتير؟ خلاص، إسباقي أنت وأنا نحصلك، المهم تلاقوا لنا الرجالة. أهي سكينة راحت لعبد العال المحلج، وأنا دي بندور على عربي وعبد الرازق. المهم أنت بس ما تتأخرش علينا، مشان نمشي من هنا وأنت تبلط جنب السفيرة عزيزة من هنا. مش هبلط. مش هبلط لا جنبها ولا جنب غيرها، انا بس هنروح ننيموها ونيجي. في حرمه عند البوابه بتقول لك بنت عمك في خاطر.
ولا هو هيحصلي. دي رأي أختي قعدت تتحايل علي عشان نتغدى وياها، خفت نتأخر عليك. أنا مش عارفة يا سكينة، مش عارفة نروح ولا ما نروحش. أنا بنفكر نروح للدكان. جرأة وليا، أنت خايفة من إيه أنا وياك؟ وبعدين هو ماله ومالك؟ أنت مش خلاص قطعتي اللي كان بينك وبينه؟ أيوة ياما، بقالنا يجي شهرين. الله، أمال إيه اللي خلاكي تودي له البلطة؟ ماني ما نعرفش حد غيره، وبعدين هو قال لي اني نعرف مصبغه كويسه هتصبغ لك البلط وترجحهولك كانه جديد. واشمعنى بقى عايز يقابلك في الخماره؟ مش عارفه ياما، مش عارفه هو بيرسم على ايه بالظبط. ده لو بيرسم على الجن ذات نفسه. ما دام اني معاكي ما تخافيش من حاجه. كتر خيري، ان شاء الله تعيشي ليا. انا مش عارفه من غيرك كنت هنعمل ايه. ما تقوليش كده يا فردوس، ده احنا اخوات. استني يا سكين، انا نسيت نجيب فلوس. ماني معايا يا اختي. لا معلش، هنخش نجيب فلوس ونبقى نرجع لك تاني. يا خفي يا لطاف، تكينا مما نخاف. احنا هنخش الصخره دي، انت ناويه تشتري حاجه؟ هنفوتوا نجيبوا عروستين البرقع والخاتم. انت نسيتي ولا ايه؟ ايوه صحيح، ده ميعادهم النهارده. بس أنا خايفة نلطعوا الراجل اللي قاعد في الخمارة ده. سيبيه مرزوع، ما تخافيش، ده هيتجنن عشان يشوفني. معلش، لسه الحاجة ما خلصتش. أيوه عليك راجل، أنت هتحيرنا معاك ليه؟ فوتوا عليا قرب المغرب هتلاقوا كل حاجة جاهزة. لا، ما هو أنت ما تقعدش بعد مشوارنا كده كل شوية في الراحة والجاي. يتخلص الحاجة النهاردة نوديها لحد تاني. لا إن شاء الله هتجوا تلاقوهم خالصين. ويمكن يخلصوا بدري شوية، لكن أنا مش عايز نعطلكم. أهو قاعد متلقح هناك، تعالي. أهلاً 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 أهلاً. العافية يا سعيد. أهلاً وسهلاً، اتفضلوا. سكينة، جارتي وحبيبتي الروح بالروح. أهلاً وسهلاً يا ست سكينة. أهلاً يا أخوي. أنا بنشرب كونياك، تشربوا معايا ولا تشربوا إيه؟ ولا حاجة، كتر خيرك. طب ايه رأيك في كاس زبيب؟ لا يا اخويا انا مش عاوزة نشرب، اذا كان ولا بد نشرب الزوزة. وانت ست الكل تشربي معايا؟ لا، هاتلي واحد كينا. جرسون، هات هنا الزوزة وكاس كينا وهات لنا شوية مزة كويسين كده على مزاجك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انا مش عارفة ليه انت محكم دماغك نيجوا نقابلوك هنا. عشان نبقى في ريحة الكوبانية اللي وديتلك فيها البلطو، وعشان كمان الوصل ضاع مني. احيه، يعني مش هنستلموا البلطو؟ لا ما تخافيش، ما عارفيني انا جيت عشان نبقى معاكي. الفين عربي يا عبد الرياس. لا ما احنا نعمل العباره دي لوحدينا، انا وانت وجوز النسوان، يعني يبقى زيتنا في دقيق. ايوه بس افرض عرابي وعبد الرياس شموا خبر. لا ما احنا خلاص فهمناهم ان العباره نفسها اتلغت وإن الولاية وأمها سافروا. يلا بينا. على فين؟ على فين إيه؟ على بيت رايا. إحنا هنا في ملقف، ممكن عرابي ولا عبد الرازق يشوفونا. يلا. إحنا مش هنقوموا بقى. الكوبانية ما بتفتحش قبل الساعة 3. وما قلتش كده ليه من الأول؟ إذا كنت مستعجلة اتفضلي أنت مع السلامة، وأنا هنوصله فردوس. هات لي واحد كينا تاني. وأنت ست سكينة تشربي حاجة؟ مش عايز. جرسون، هات واحد كينا. يعني هناخد الخاتم ده لحد ما ترجع لي البلطو بتاعي. طيب اذا كان كده بلاش البلطو النهارده وخلينا قاعدين مع بعض. احنا مش هنمشوا في يومنا ده ولا ايه يا فردوس؟ روحي انت، فردوس قاعده معايا شويه. جرى ايه جدع انت؟ المره دي جت معايا ولازم تمشي معايا، ولا الخمره اللي انتوا بتشربوها دي تطلع في نفوخي وما يحصلكش كويس. انت ايه رايك يا دوسة في كلام الولية دي؟ لا خلاص بقى يا سيد، نقوموا بقى. طب نشربوا الكاس ده وبعدين نقوموا. وبعدين في وقتك دي يا ريا، مش كنت انت راس سحبت الولية وجيتي وخلاص؟ اني نسحبها ازاي؟ اذا كانت هي في الاساس جايه عن طريق السكين. امال خليتيني اسيب شغلي ليه؟ الله، ما تستمروا بقى، العباره زمانها جايه. ما انت كل شويه تقولي العباره جايه العباره جايه ومفيش حاجه بتحصل. لك حق، احنا اصلنا خاطفينك من حضن السنيوره بتاعتك. بارتن بقى براحتك. مش وقت يا ام بديع، احنا فيه ولا فيه؟ قول لها يا عبد،
اهو كل لما يجي بوزك بوزها لازم تقول لي الكلمتين دول زي ما اكون اول واحد اتجوز واحده تانيه. لا انت اول ولا اخر، والموده موجوده، بس انت اقعد واسمع الكلام كده ووزن وبطل الهطل اللي انت فيه والعباره تخلص اوام. انا بقول لك ايه يا ريه، قوم اعمل لنا كوبايتين شاي عم نشربهم. جت سكينه جت، ما جتش هرجع بقى لحضن الصنيور. انت مستني ايه؟ ما تنده على الجدع وتحاسب. نصول هات الحساب. انا هنستناكي بره. فوتك بقى عافية يا سعاد. مع السلامة. هنروح نجيبوا البلطي يا سيد. الكوبانية ما بتفتحش قبل الساعة 5. أيوه عليك راجل، ما ترسلك على ميعاد. ما هو مش هينفع تروحي لوحدك. الجدع ده ملاوع ومش عارفين له بر من بحر. أنا في الدكانة، لو حبيت تروحي ابي فوت عليا. أفوتكوا بعافية. تأخرت على الشغل. إيه يا أختي الجدع ده؟ أصله كان عايز يقعد معايا لوحده، وكان عايز يخلص منك بأي شكل. خلصت روحه. معذور يا سكينة، أصله بيحبني قوي. يا عين أمك، وإنتي يا أختي. يا أختي أنا مش عايزة أنزعل ويليام. ما قلتليش هنعمله إيه دلوقتي؟ ده لسه فاضل يجي ساعتين. تعالي ما نروحه عند أختي رايح. هنعمله إيه هناك؟ أصل في واحد جارها من اللي بيشوف النجم والطالع هيعدي عليها. وأنا يا أختي عاوزة نشوف بختي ونشوف نجمي. إيه رأيك؟ مش عايزة تشوفي؟ بيعرف كويس؟ إلا بيعرف، دي رايا بتقول عليه شاطر قوي. يلا يلا تعالي. أنا ماليش دعوة بالموت، أنا عليا الحفر والدفن وبس. وش معنى أنا يعني اللي خلص عليه؟ ما أنت كل مرة بتعمل العملية دي يا حسام الله. مش كل مرة، سواء عرابي وسواء عبد الرازق. أنا بصراحة ما نقدرش، قلبي ما يطوعنيش. ما تجرب يا أخي. إحنا لسه هنجربه، ده إيه العبارة النحسة دي اللي مش باين لها آخر؟ الله، ما تجمد قلبك بقى يا بعيال، هيفضل خفيف ليه؟ أنت ما تبقاش جبان. أنا هي مش جبانة حسب الله. طب إيه رأيكوا أني هنخنق الولية دي بإيدي؟ بس والله العظيم، والله العظيم أنا مش موافق على الشغلانة دي. هو بس لولا العوزة؟ ما كلنا لولا العوزة. قال ايه اللي رماك على المره اللي الله مر منه؟ وبعدين في العطله دي بقى انا هنمشوا. بنقول لك ايه؟ انت كل شويه تهددنا هنمشوا هنمشوا. طب اقول لك ايه؟ انت مش خارج من هنا لما تيجي سكير، حتى لو جت لوحدي، ولو جبت سيره تاني ولا قلت هنروح للصنيوره دلوقتي، انا هنجيبها تنام في ريح اخواتها هنا تحت رجليك. الله، ما حدش قادر عليك ولا ايه؟ قلت ايه؟ منور بيكي يا حبيبتي. ايه ده؟ هو انت عندك حد؟ حد مين؟ لا حد ولا سبت، ده زي حسب الله جوزي. اتفضلي اتفضلي يا ست فردوس، تعالي هنا جنبنا. خشي يا اختي خشي خشي.
ازيك يا سي عبد العال؟ اهلا اهلا يا فردوس، يا مرحبا. استنى استنى، خدي دي ورا ظهرك، الا في رطوبه بتشع من هنا. كتر خيرك يا اخويا. نعمل لك يا اختي شاي حلوه يا حمرا انت. كتر خيرك يا حبيبتي. امال فين الراجل؟ راجل مين؟ الراجل بتاع المندل يا راية اللي هيشوف لي البخت. ايوه عليكي يا سكينه، ده فضل قاعد مستنيكي يا اختي لما عوقتي ماشى. يعني ايه مش راجع تاني؟ لا يا اختي راجع، بس هو عند زبونه هنا في البيت اللي رحنا وزمانه جاي على طول. خلاص نقوم انا بقى ونبقى نرجع لك وقت تاني. لا 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 دي تيجي اجري يا سكينه، اجري اختي ندهيه من عند المحافظ، يلا بس عشان اعوق كده. حمامه مش هنرجع لو انا جايباه في ايديا. طب استني بس، اصل انا عايزاكي تشتري حاجه عشان نعمله احلى انسانيه مع فردوس. يا حلوه يا حلوه. يا مرحبا يا مرحبا، نورتي. الله يخليك. لا مش عارف ليه وناشف ليه. يا عروستك وكيلتك ايه؟ ملوحه بعيد عنك. اصل عدم الوارث عريس جديد بس ما يبانش عليه. هو مش متجوز الست ريه؟ دخلته على الجديده كانت امبارح. عمر دخلتك يا فردوس. عمر دخلتك حلوه. يا اخويا اصل لازم محمد خفاجه جوه ومعاه واحده. امال حسب الله فين؟ عند اللي ما تتسمى. والله الجوازه دي ما كان لها اي لازمه. تقول ايه بقى، ده نوت الرجاله وعينها الفرخ. وعبد الرازق ما ظهرش النهارده؟ لا يا اخويا ما ظهرش. طب انا على القهوه، اي حد فيهم يظهر انا مستني هناك. فوتك بعافيه. يعافيك يا اخويا. وزعتيه؟ او غرفة 60 ده؟ انتوا تاخدوا بعضكم وتطلعوا على الصاغ على طول. خلوا بالكم عربي مستنيكوا على القهوة. أنا وعبد العال مش هنتحرك من هنا إلا لما ترجعوا بالفلوس. ابوه لفوا من الناحية التانية عشان ما تفوتوش من قدام القهوة، إحنا مش ناقصين خوتة الزفت اللي اسمه عربي ده كمان. وافرض عبد الرازق جه وخبط. عبد الرازق لو عرف هيتجنن هو راخر. إحنا مش هنفتحوا لأي حد، أنتوا أما تيجوا خبطوا خبطة وبعدين خبطتين. يلا يا سكين، ده هيجيلك خبطتين في نافوخك يا بعيد. تقصد مين يا راي؟ السايغ، هنقصد مين إلا السايغ اللي بيرازينا كل مرة بالفلوس. الحساب كده 45 جنيه. 45 ايه؟ جرايس يا علي، هو انت كل نوبه تخسف بينا الارض؟ ما تشوف المره دي جايبين لك ايه؟ ده كفايه جوز الاساور دول. في ايه يا ست راي؟ مش كله بالميزان. لا يا حبيبي الكلام ده ما ينفعناش. على العموم ناجل الكلام ده لبكره، انا ما عنديش فلوس. وادي جني ربط كلام، وبكره الصبح تفوتوا عليا عشان نتفاهم. يكون في معلومك انا الكلام ده ما ينفعنيش. ولا هو جزار المعرفة يا علي؟ اطمني يا ست ري، مش هنختلف. أنا برضو ما يخلصنيش زعلكم. انت وضميرك يا سي علي. فتناك بعافية. مع ألف سلامة. فردوس؟ أنا سكينة. أمال فردوس فين؟ أنا أعرفش. هي مش خرجت وياكي؟ أيوة، ما أنا سبتها في الخمارة ويا المكواجي، راحوا يجيبوا البلطو. أترى أنت فين يا فردوس يا بنتي؟ Oh.
أصلي رجعت البيت عشان نبين الولية مفردوس إني رجعت لوحدي ونقول لها إن بنتها راحت مع الولا المكواجي. بعتوا الحاجة؟ لا لسه. الراجل الضرالي ابن الحرامية عايز يلها في الحاجة بتراب الفلوس. قطع حسك لحد يسمعك. الحاجة تمنها مش أقل من 100 جنيه، عاوز ياخدها ب45 بس. يا ابن المدية. أصل بيبا هي رأيها إيه؟ رأيها من رأي بقى، إحنا ناشقه ونتعابه ويجي في الآخر واحد زي ابن المؤذية ده يلهف شقانا، داني هنبهدله بكرة لو ما دفعش اللي إحنا عاوزين. إيدك إيدك. لا يا سكينة امسكي نفسك، إحنا مش ناقصين عراك وشوشرة، بقى بعد ده كله نعمله حاجة هايفة تودونا في مصيبة زرقاء. طب افرض الراجل راح للسن، يبقى ازاي الحال؟ لا اطمن، هو كمان مش هيقدر يفتح حنكه في كلمة. ليه عدم المؤاخذة يعني؟ اتخرس؟ لا انت فاكر انه مش عارف احنا بنجيب الصيغة دي منين؟ ده اكيد عارف وبيستعبط. احنا ملناش دعوة، ملناش دعوة يا بنت الناس، احنا نخلينا في حالنا ونبعد عن اي شرشرة. سكينة يا حبيبتي، محدش عارف اللي جاي فيه. مين؟ كرايه ام فردوس، انت هتقعدي يا اختي في الدخله والخارجه تسالي مين؟ عجايب. بس يا سكينة الست ما غلطتش لما قالت مين. الدنيا عادي. مساء الخير. ما لو حد بس يقول لي هي راحت فين. صباح الخير يا سعال. اهلا اهلا يا صباح الفل، اتفضل. يزيد فضلك يا اخوي. ها تشربوا ايه؟ نجيبوا شاي ولا ازوزه؟ كتر خيرك، مش عاوزين حاجه. اها مالك يا ست سكينه داخله معفره كده ليه؟ جات لك الفلوس؟ الحمد لله. قلت كام؟ اها ما احنا اتكلمنا امبارح. بس انت عارف ان الكلام ما عجبناش. أحي إحنا اللي هنعيده هنزيده؟ خلاص، عشان خاطر غلاوتكم عندي إحنا هنزوده حتة كمان، خليها 50 جنيه. يفتح الله. وبنقول لك إيه، عشان نرتاح ونريحوك هات حاجتنا، وبين البيع والشراء يفتح الله. بقى ده كلام برضو؟ دي أخرتها يا ست سكينة؟ وريني السنسلة دي. عيني حاجة آخر ألاجة. وهات القلب والحلق ده هو. حاضر. ادي الحلق وادي القلب. يقطعوا كام دول؟ يشوفوه. حداشر جنيه، وده عشان خاطر جلاوتكم عندي. طب لفهم يا اخوي. حاضر من عيني. انت تأمر يا ست سكينة. اتفضلي يا ست الكل. هات بقى 50 جنيه. اها قصدك 39. هات 50 جنيه وكده يبقى حسابنا خالص، وتبقى انت الكسبان كماني. لا وحياة جلاوتك، الكلام ده ما ينفع. هو ايه ده اللي ما ينفعش يا سعال؟ ده انت واخد 4 فرد اساور، الواحدة بس تمنها اكتر من اللي انت بتقول عليه. لا يا ست ريا، الكلام ده ما ينفعش. انت هتضيق خلقنا ليه؟ خلاص خد حاجتك ورجع لنا حاجتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تو اتأخرتوا ليه؟ لسه ما خلصتوش؟ تعالى يا سي حسب الله حضرنا، عايز يدينا اول عن اخر 50 جنيه في الفردة؟ ماشي. اديك قلت بلسانك في البيعة كلها. لا لا وعلى ايه؟ نشوف دكان تاني يقدر السنة كويس. ده راجل ضلالي يا حسب الله، ده حاجات تساوي ياما. ماشي يا سي الافندي،
أني برضو ما يخلصنيش إنكم تخرجوا من عندي زي ما دخلتوا. إحنا هنمشي الكلام اللي قالته ست سكينة. طيب أنا هنمشي. هتروح فين؟ هنروح. هو أنت خلاص ما بقاش عليك غير البيت ده؟ وأني لحقت أتهنى. إلهي ما تلحق، يبقى ينقطع فرطك ويتنحل وبرك وينتلف أملك، ما تقوم لك أمة عندها يا بعيد. أعوذ بالله، أعوذ بالله. معذور يا ريا، العروسة لحست نفوخه. وبعدين عدم المرضى يعني دي لسه صغار، وهي كانت من اللي كبرت سنة غنوب. العواف. اهلا وسهلا. خلصت الحاجة؟ حاجة ايه؟ العروستين والخاد. ايوه ايوه، امال فين الست صاحبتهم؟ ما هي اخويا بعتني عشان ناخدهم، اصلها بعافية شوي. ده انا مخلصهم من امبارح زي ما قلتلكم. احنا اتأخرنا ولما رجعنا لقيناك سكك الدكان. اسره عاوز كام؟ 85 سعر. اقعد بالعافية. الله يعافيك. يا بنتي قوليلي وريحيني، بنتي راحت فين؟ ابوس ايدك، بنتي راحت فين؟ وبعدين معاكي بقى، انت هتفضلي في الداخله وفي الخارجه تساليني عن بنتك؟ ده انا كنت مسؤوله عنها. انا ايه اختي اللي خلاني كنت نروح معاها؟ اني الحق عليا. طب انتوا مش كنتوا قاعدين سوا مع بعض؟ وبعدين كانت عاوزه تقعد مع صاحبها، نعمل لها ايه؟ نجرجرها ولا نقعد لهم زي الشريك المخالف؟ طب هي راحت معاه فين؟ وانيش ضراني، دول ما صدقوا اللي قلت لهم نمشي، ده كان فاضل شويه ويكرشوني. لا انا مش هسكت، انا هروح الكراكون واقول للظابط على كل اللي حصل. بنقول لك ايه؟ تروحي للكراكون، تروحي للعفريت، انت حره. انا قلت اللي عندي مع جايب. عملت فيكي ايه عشان تعملي فيا كده؟ انا كنت عداكي اختي. انا ما عملت لكيش حاجه. انت ايه اللي لبسك الدهب ده كله؟
أنا مش هنيمك الليل، مش هنخليكي تنامي ولا ساعة. ربنا ينتقم منك. أنت السبب، أنت اللي جريتي ريقنا. مين اللي جاي يخبط علينا كده؟ ما تفتحش، اوعى تفتح يا عبدو. افتحش ليه؟ انت زي ما تكون شايفه عفريت. في ايه يا بنت؟ فردوس، فردوس اللي بتخبط. فردوس ايه يا بنت المخبوله؟ ايه اللي هيقومها من رقدتها؟ ده انا خانقها بايديا دول ونادم عليها التراب. امال اللي انا شفته ده يا عبدو؟ يا ساتر يا رب. اوعي، انا هفتح الباب عشان تبطل. اوعي هفتح الباب عشان تبطل التخريف اللي في الباب. فيه دي اوضه سكينه بنت حمام. ايوه حصول في حاجه؟ هي موجوده عدم المؤاخذة. ايوه موجوده، عايزه في عدم المؤاخذة. اصل سعاده البيه الوزباشي ابراهيم بيه عاوزها. ليه؟ هي عملت ايه؟ لكن في ناس شافوكي معاها قبل ما تختفي، وامها قالت انها خرجت معاكي. ايوه يا سعاده البيه، ده حصل. اني وهي رحنا نقابل سيد صاحبها في خمارة علي الفرنساوي. وبعدين ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة يا سعادة البيه، كل حي راح لحاله. وهي كانت رايحة تقابل اللي اسمه سيد ده ليه؟ أصل عدم المؤاخذة بيه، يعني سيد ده مكواجي وكان واخد منها البلطو بتاعها عشان يصبغه لها، واني ما نعرفش ايه اللي بينهم. وانتي كنت رايحة معها تعملي ايه؟ أصل اسمار لها على مقامك، يعني هي كانت خايفة يعني من سيد لا يرزل عليها، فاني بقى روحت وياها. بس الصراحة طلع ذوق قوي وادها الخاتم بتاعه، واني بقى سبتهم وهم زي السمنة على العسل. حد شافك لما سبتيهم وقمتي؟ ايوه يا بيه، صاحب الخمارة بذات نفسه علي الفرنساوي هو شاهد علي. وقد تم اخذ اقوالها. معاكي ختم ولا تبصمي؟ وديت الولية فين يا سيد؟ انا مش شفتكم انتوا الاثنين ورحت الدكانة. خش يا سيد بالمعاون، عايز اشرب بقى يا سيد، عامل لي فيها حبيب. وكتاب الله المجيد، انا سيبناها مع صاحبتها اللي خرجت من عند حضرتك دلوقتي ورجعت الدكان. عندك شهود على كده؟ ايوه، اخويا شريكي في الدكان. انت عارف يا ابو السيد ان شهاده الاخ ما تنفعش. الحرمه سكينه بتقول ان صاحب البار اللي شافها لما خرجت لوحدها، وخرجت انت بعد كده انت فردوس. ايوه يا سعاده البيه، صاحبتها خرجت الاول لوحدها على محاسب وعلى ما فردوس لبست البيشه، ولما خرجنا بره الخماره كانت هي واقفه مستنيانا، رحت مسلم عليهم ومشيت، ومن ساعتها ما شفتهاش. مين اللي خرج الاول؟ اللي انا فاكره يا سعاده البيه ان واحده خرجت لوحدها الاول، والتانيه فضلت مستنيه مع صاحبها وهو بيدفع الحساب. انت تعرف صاحبها ده كويس؟ ايوه، كل كام يوم بيجي البار لوحده. ساعات بيجي هو واصحابه. رجاله ولا ستات؟ لا رجال. انت اول مره تشوف معاه فردوس؟ فردوس؟ فردوس مين يا سعاده البيه؟ اللي كانت معاه. لا دي جت معاه قبل كده يجي مرتين ثلاثه. طب وصاحبتها؟ لا الصراحه اني اول مره نشوفها. طيب انت بتختم ولا بتبصم؟ هو اني كده خلاص يا سعاده البيت؟ اكتب: يتم تكليف البوليس السري بالبحث عن الغائبه، وامرنا بالنشر عنها، واقفل المحضر على ذلك في ساعته وتاريخه. الدنيا بباقية لحي، ولا حي على الدنيا بباقي، ولا حي على الدنيا بباقي. شيخ محمد، شيخ محمد. مين؟ قوم معايا انا احمد المرسي. قوم معاك فين؟ قوم تعال انام عندي في البيت. كده رميتك في الشارع دي، اللي رايح واللي جاي كعبل فيك. انت واخدني يا سي احمد بصفة غفير على البيت. صفة غفير بيت ايه؟ ما هي متوى ليك. ها؟ على بال ما يجي مشتري ولا مستاجر يا اخي، مع ان وشك يا اخي يقطع الخميره من البيت. تعال. ادخل.
عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عملت ايه؟ الخواجه له شرط يا سي احمد. شرط ايه؟ انكم لا مؤاخذه تدخلوا له الميه. ما هو مش معقوله خواجه تلياني زي دون يشرب من ميه الزير وريحه المجاري لا مؤاخذه في البيت تقرف الكلب. طيب اديني يوم كده اشوف خالي الشيخ عبد السلام اللي ما عادش يجي هنا تاني. انا خلاص ما بقتش طايقه ندخل مطرح عندي. ايه اللي جرى؟ الوليه ام فردوس يا اختي في الدخله وفي الخارجه قاعده تعيط، واول ما تشوفني تقولي انت وديته بنتي فين. معذوره يا عيني ضناها. مفيش اغلى من الضنا برضو يا ولديه. ده اللي زيش تلاقيها ما بتنامش، ده قلبها تلاقيها على صرخه واحده. طب انا نعمل ايه بقى؟ ده انا كل ما بنشوفها بنحس اني بنتخانق. هي الوليه دي مريشه ولا قرديح؟ ايه تكونيش بتفكري تموتيها هي كمان؟ انا عايزه نكسب فيها سواء. قال لها نريحوها من الحسره على بنتها. عملتوا ايه يا سي احمد؟ طب اقعد الاول اشرب لك شويه شاي. لا مش عايز. رحتوا البلديه؟ خلي اللي ما عادش يجي هنا هو اللي راح. وشرطوا عليه عشان يوصلوا له الميه لازم يوصل المجرور بالمجاري العموميه. بس دي هتبقى تكلفه كبيره قوي عليكم. خلي اللي ما عادش يجي هنا قال لي انهم لسه هيعملوا مقايسه. طب والمقايسه دي لا مؤاخذه هتتكلف كام؟ وانت مالك يا اخي بالمكاليف؟ هي المكاليف دي احنا هناخدها منك يعني من جيبك ولا من جيبك يعني؟ ما المكاليف دي احنا اللي هندفعها. ايش شاك شاشك انت في الموضوع ده؟ تعالي يا بديع. ابويا هنا؟ تعالي خش. عايزه ايه يا زفتة الطين انت؟ امي بتقول لك تعالي عشان في ناس قرايبك عايزينك ضروري. طيب غور انت وانا هحصلك. مش لما اكل الاول؟ اكليني يا خالتي زنيب. تاكل السم الهار انت وامك اللي ما تتسمى. ما تغور يا بنت. مش المقايسه طلعت ب 24 جنيه؟ وهتبتدوا الشغل امتى؟ الشغل ايه اللي نبتديه؟ خلي اللي ما عادش يجي هنا امي مستكترين المبلغ قوي. طيب ما انا ممكن اكلم الخواجه يخش معاكم. حلو قوي. بس يخش معانا بكام؟ باللي يطلع من ذمته. ايوه يعني اللي هيطلع من ذمته ده كام عشان اقول لخلي اللي ما عادش يجي هنا امي؟ احنا ممكن نسحبه منه لا مؤاخذه 5 جنيه. مش هيوقف. اه الراجل مش ملزم يدفع. وبعدين لا مؤاخذه هو متفق معاكم من الاول، واللي انتوا اتفقتوا عليه معاه وافق عليه. انت مش كنت بتقول ان البيت داخل مزاجه؟ ايوه بس ايه اللي يجبره ان هو يدفع؟ ما البيوت كتير لا مؤاخذه واصحابها بيدللوا عليها. انت شكلك كده اللي مش عاوز المركب تمشي ومش عاوز يطلع لك حسنه من الشغلانه دي. ومين لا مؤاخذه يكره الرزق يا سي احمد؟ خلاص قول له يهز المبلغ شويه وكل شيء بحسابه. خير يا جماعه؟ جايبيننا على ملا وش ليه؟ يا سكينه عملوا معانا ايه في الكراكون؟ في كده طلعت زي الشعره من العجين. الله. امال؟ ما دام في عبد الرازق يبقى في عباره جديده. اسم الله عليك طول عمري اقول بتفهمها وهي طايره. وبعدها لك يا ريا. ما تخش في الموضوع وخلاص. هنخش في الموضوع. ايه رايك يا حسب الله في مريم الشاميه؟